مشاهدينا نستهل مع الأخبار السارة في ملاعب القارة السمراء، حيث أسفرت الجولة الخامسة من تصفية كأس أمم أفريقيا عن تأهل موريتانيا للمرة الأولى في تاريخها إلى النهائيات بتغلبها على ضيفتها بوتسوانا بهدفين لواحد ضمن المجموعة التاسعة. كما بلغت الجزائر أيضا النهائيات بتخطيها عقبة توغو لحساب المجموعة الرابعة، هذا فيما اقتلعت المغرب بطاقة الترشح عن المجموعات الثانية. إذا مشاهدينا بالفعل نتائج سارة بالنسبة للمنتخبات العربية في الملاعب الإفريقية مع تأهل تاريخي بالنسبة لموريتانيا. سنبدأ بالحديث مع ضيفي الكريم كابتن نادر، مباراة مفصلية وأكيد يستحق عليها لقب تاريخية التي أهدت منتخب المرابطون، هذا التأهل لأول مرة في تاريخ تتواجد موريتانيا ضمن كبار القارة السمراء. صحيح، يعتبر منتخب عربي أول مرة تاريخيا أن منتخب موريتاني يكون في كأس الأمم الأفريقية، خاصة بعد المشهودات الجبارة من الاتحاد الكرة الموريتاني الذي كان على دراية وعلى يقين أنه حترشح للكاميرون، خاصة بعد المشهودات اللي قدمها وبعد المدرب الكبير مارتينيز اللي قدم عطاءاته. يعني هذا كله يرجع لاتحاد الكرة الموريتاني اللي أعطى ثقة في هذا المدرب، يعني شغل لمدة 4 سنوات أعطى ثقة في هذا المدرب اللي اشتغل على مسافة طويلة. يعني الاستقرار الفني في منتخب موريتاني هو اللي أعطى أنه هو وصوله أو منتوجه أنه يوصل لكأس أمم أفريقيا، شيء يحتسب لاتحاد الكرة الموريتاني ويحتسب لمنتخب الموريتاني. على كل المواجهة يعني في ما قبل الجولة الأخيرة كانت حاسمة ضمن الجولة الخامسة، وأظهر المنتخب الموريتاني هذه العزيمة والروح القوية التي تتوازى وتتلائم أيضا كابتن نادر مع الرحلة خلال التصفيات، وبالتالي جاء التتويج لمجهودات أثمرت ما هو منتظر بالنهاية. صحيح، وخاصة أن مجموعة فيها منتخب البوركينا فاسو ومنتخب أنغولا اللي يعتبروا من المنتخبات القوية في أفريقيا، خاصة يعني صعبة الميراث خاصة في أراضيها، نعرف الأجواء الأفريقية ونعرف قوة بوركينا فاسو وأنغولا، لكن زي ما قلت لك أن منتخب موريتاني يشتغل على المدى الطويل، يعني التصفيات على مرار السنتين، يعني الاستقرار الفني كان موجود، الوقفة الجادة من الاتحاد الكرة الموريتاني كان يسعى وراء شيء ما، يعني هذه ثمار نجاح الاتحاد الكرة الموريتاني، يعني الاستقرار الفني، وقوف كامل الاتحاد الكرة الموريتاني، كل ما يشتغلون على وزارة الرياضة هناك خلف هذا المنتخب الشاب، المنتخب اللي قدمه وأعطى وعوده وأنه وصل لكأس الأمم في الكاميرون، هذا شيء صعب قدام اثنين من المنتخبات القوية اللي هي منتخب الأنغولي والبوركينا فاسو. أيضا بما أنه سنبقى يعني مع إطار الأخبار السارة، أكيد مبروك لكل محبي يعني الكرة الموريتانية مع هذا التأهل، شهدنا أجواء فرحة خاصة بحضور أيضا الرئيس الموريتاني، رئيس الاتحاد الموريتاني، يعني أكيد فرحة على أعلى مستوى تتوازى مع هذه الفرحة الشعبية. سننتقل إلى فرحة أيضا أخرى صنع هذه المرة المنتخب الجزائري بعد أن ضمن تواجده أيضا بين كبار القارة السمراء، وفوز هام يعيد به نغمة الانتصارات، يعيد به هذه الروحية والثقة التي يحتاجها أيضا الجمهور الجزائري ليرى منتخبه أين يريد أن يراه. صحيح، وخاصة بعد الإنجازات اللي قدمها منتخب جزائري، دائما عودنا منتخب جزائري إنه هو رقم صعب في أفريقيا، يعني يعتبر من أفضل المنتخبات العربية ومن أفضل المنتخبات في القارة السمراء، يعني خاصة بعد السنوات الأخيرة اللي يعني تلالى بعض نجومه في أوروبا، يعني هذا ما خلى يعني دائما أنظار الشعوب العربية خلف منتخب الجزائري. يعني منتخب الجزائري الفترة الأخيرة مر بفترة صعبة، عدم استقرار الفني بعد كاراز بعد ماجير، يعني الحين بالماضي يعني شكك في جميع المنتقديه في الفترة السابقة بعد تراجع النتيجة مع بنين والخفقات اللي مر بها، لكن مباراة اليوم يعني أو بالأحرى النتيجة ضد التوغو يعني من خارج الديار في لومي، يعني أصحاب محرز أو أصدقاء محرز قاموا بالإنجاز من وتألق رياض محرز بثنائية. صحيح، والترشح من يعني من خارج الديار، هذا رد على جميع المشككين على جميع المنتقدين منتخب الجزائري. على كل يعني حتى تعامل جمال بالماضي كان في هذه الجرأة والحسم أيضا من خلال إسقاط أسماء لها وزنها، وأراد أن يعطي الأولوية للروح أيضا في المنتخب، بث العزيمة من جديد وهو ما أثمر في هذه المواجهة التي انتهت بأربعة أهداف للجزائر أمام توغو. صحيح أروى، دائما احنا يعني أغلبية الجماهير العربية خاصة عندنا يعني التعصب أن عدم أعطيه الفرصة لأي مدرب، يعني خاصة بالماضي يعني من فترة وجيزة مسك منتخب الجزائري لازم أعطاه الفرصة زي المدربين اللي غيره، يعني هو مسك في فترة وجيزة، يعني كل مدرب عنده فلسفة عنده لازم الاستقرار
الفني، وهذا ما يعني نطلب من الجمهور العربية الصبر على مدربينها، خاصة يعني الحين يعني وصول منتخب الجزائري كأس الأمم أفريقيا في الكاميرون إن شاء الله، يعني جمال بالماضي باللاعبين الموجودين في أفضل الفرق الأوروبية إن شاء الله حيذهبوا معي إن شاء الله في الكاميرون. أكيد إن شاء الله هذا ما نأمله، أن يتم البناء على ماذا تحقق، هذه فقط بداية المشوار بالنسبة للمنتخبات بعراقة المنتخب الجزائري. أيضا من سنتحدث عنه المنتخب المغربي والذي أيضا ضمن تأهله في صدارة المجموعة من بعد هدية من منتخب جزر القمر، ولكن أكيد المنتخب المغربي يستحق تواجده ومكانه كلاعب أساسي بين كبار القارة السمراء. صحيح، وخاصة بعد منتخب الكاميرون المستوى اللي قدمه مستوى كبير في كأس العالم بالرغم يعني من خروجه من دوره، لكن قدم كرة ولا أروع، يعني أحرج منتخبات كبيرة، منتخب البرتغالي، منتخب الأسباني، يعني قدم كرة ولا أجمل. يعني هذه الجمهور العربية كلها أو الجمهور المغربي كان ينتظر من رينارد ومن لاعبينا الشيء الكثير، وخاصة يعني المنتخب المغربي مش المنتخب الذي يستحق الهدايا من أي منتخبات، لأنه منتخب قوي لوزنه أحرج الجميع، لكن بالمقابل أن المنتخب الكاميروني ورينار يعني كسر العقدة أنك تفوز على المنتخب الكاميروني تمام. الذي لم يفز عليه تماما، يعني هذا شيء يحتسب لرينار، يحتسب للاعبين، عودة منعطية للمنتخب الوطني، يعتبر من الأعمدة الأساسية، يعني يعتبر القيادي في المنتخب، يعني المنتخب المغربي يملك الزاد البشري ويملك النجوم اللي نشطوا في أفضل الفرق في العالم، يعني بمقدور أن يذهب بعيدا وهو رقم صعب في أفريقيا. بعد فترة يعني من التشكيك انخفض فيه منسوب الثقة، الآن خاصة مع هذه النتيجة لها طعم خاص على الكاميرون تحديدا، وبغض النظر طبعا عن نتيجة الجولة الأخيرة، إلى أي حد هذا سينعكس أيضا على حكيم زياش الذي تألق في المباراة، إلى أي حد سينعكس إيجابا على ما هو مقبل، البناء على ما تحقق حتى الآن؟ صحيح، أكيد في الوقت الحالي يعني رينار حيركز أكثر شيء على اللاعبين المحليين، خاصة يعني دائما اتحاد الكرة المغربي ما يعني يتكلم أو يصرح في الإعلام أنه لازم أعطاه الفرصة للاعب المغربي اللاعب المحلي، بس هذا رينار أكيد حيشوفها الفترة الجاية، لأن يعني هناك فترة طويلة على كأس في الكاميرون، إن شاء الله يعني رينار حيكون أو منتخب مغربي على قد المسؤولية. منتخب مغربي زي ما قلنا احنا يملك زاد البشري، عنده لاعبين كبار زياش بن عطية بوفال مرابط، يعني عنده اللاعبين اللي قادرين يوصلوا بعيدا، ودائما الكرة المغربية معودتنا على النجوم وعلى تخريج النجوم. مبروك لمن تأهل حتى الآن، وما زلنا بانتظار أيضا أن ينضم إليهم المنتخب الليبي.